كرة لكامورانيزي، حاول امام اريك كابيدال. كامورانيزي المتميز ذو الاصول الارجنتينية يحاول يكسب ركنية لمصلحة المنتخب الايطالي. فضل طبعا كامورانيزي ان يلعب لمنتخب ايطاليا، تدخل من اريك كابيدال. اذا ركنية الان لمصلحة الازرق السماوي الايطالي. كامورانيزي يترك الكرة لبيرلو، اندريا بيرلو، ركنية ايطالية طويلة راسية في الشباك، هدف التعادل. هدف التعادل اذا ياتي من المدافع ماتيرازي، هدف التعادل في شباك الحارس فابيان بارتيز. اندريا بيرلو يلعب كرة بالمسطرة بدقة لا متناهية، فضل ان يلعب الكرة بنفسه بيرلو على رأس ماتيرازي. شوف الكرة التي التفت، خروج خاطئ من حارس المرمى فابيان بارتيز، لم يكن متموقعا بالشكل الجيد. ارتقاء مثالي من ماتيرازي الذي يعادل الكفة، تعديل النتيجة من جانب المنتخب الإيطالي. الآن ماتيرازي بالرأس في شباك فابيان بارتيز، فرحة هستيرية لكل دكة احتياط المنتخب الإيطالي.